طبعا مساءكم متابعينا الاعزاء، واهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم من عمان. اللجنه الوطنيه للشباب اعلنت عن فتح باب المنافسه للتسجيل في جائزه الاجاده الشبابيه لعام 2020. نقترب من هذا الموضوع مع ضيفنا عبر هذا الاتصال المرئي نصر بن خلفان اليحيائي، عضو اللجنه الوطنيه للشباب قطاع الكفاءات وذوي الاهتمام بقضايا الشباب. اهلا وسهلا بك نصر معنا في من عمان. خالد مسي عليك ومسي على المشاهدين. أخي خالد مسي عليك ومسي على المشاهدين الأكارم. أهلا بك، وخبرنا عن هذه الجائزة التي تطلقها اللجنة فيما يتعلق بطبعا الإجادة الشبابية لهذا العام. نعم أخي خالد، الجائزة هذه جاءت نتيجة لتراكمات التجارب السابقة التي مشت عليها اللجنة الوطنية للشباب منذ تأسيسها، في سبيل تكريم الشباب، تحفيزهم أيضا، والأخذ بيدهم في مجالات متعددة. جاءت هذه الجائزة أيضا مثل ما ذكرت لك بأنه هي خلاصة التجارب السابقة. الجائزة مثل ما طلع الأغلب على تفاصيلها، هي تشتمل على 9 مجالات. في كل مجال هناك 3 فئات: فئة الأفراد، وفئة المؤسسات الشبابية، وفئة كذلك المبادرات الشبابية. نعم، الآن من هم المستهدفين للمشاركة في والتقدم للتنافس على هذه الجائزة؟ كل الشباب العماني طبعا، من ضمن شروط الجائزة أن يكون المتقدم هو من الشباب العماني، من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، يحق له التسجيل في هذه الجائزة، نظير للمساهمات التي قدمها الشاب خلال الفترة الماضية. وهناك بعض الاشتراطات، بعض المعايير التي وضعت أيضا لتسهيل آلية فرز واختيار المشاركين في هذه الجائزة. طيب، لمن لم يطلع ربما على مجالات الجائزة نصر، من الجيد أن نفصل أيضا في مجالات الجائزة الثلاثة التي ذكرتها، وحتى أيضا الشباب ممكن يشاركوا ويسجلوا للتنافس عليها. نعم، المجالات هي 9 الفئات. في كل مجال هناك 3 فئات. المجالات هي ريادة الأعمال، التعليم، العمل، البيئة، على سبيل المثال الحصر، التراث، الرياضة، الثقافة، وغيرها من المجالات. هي مجموعها 9 مجالات. في كل مجال الاختيار يكون لثلاث فئات. هناك من هم مشاركين لفئة الأفراد، وهناك فئة المؤسسات الشبابية، وكذلك فئة المبادرات الشبابية. نعم، طيب هل يعني المنافسة تكون على تقييم للأعمال التي يقدمها طبعا هذا الفرد أو هذه المجموعة في المجتمع، أم أنه يقوم بتنفيذ عمل لصالح المسابقة؟ لا، المسابقة خصصت للشباب الذين نفذوا إسهامات أو إنجازات سابقة، ويحق له المشاركة لتكريمه أيضا. نحن نعرف أنه الجائزة هي مثل ما ذكرت لك، اللجنة كانت تكرم الشباب سواء من خلال مشاريعها أو من خلال يومهم السنوي. الآن الجائزة هذه هي خلاصة هذه السنوات الماضية، فكل شاب له إسهام في هذا المجال يحق له المشاركة في هذه الجائزة. نعم، طبعا اعتادت اللجنة الوطنية للشباب تكريم الشباب في يوم الشباب في 26 أكتوبر من كل عام. يبدو أن هذه الجائزة ستكون بديلة لآلية اختيار أيضا أصحاب المبادرات وأصحاب المشاريع الذين عادة يتم تكريمهم في هذا اليوم، أليس كذلك؟ بالضبط بالضبط، أعلننا عن استمارة التسجيل اليوم وتمتد إلى منتصف أغسطس القادم إن شاء الله، ومن بعدها تحال هذه الاستمارات بعد فرز أولي من قبل اللجنة الوطنية للشباب، تحال إلى لجنة تحكيم خارجية. نقدم لهم التحية، لجنة تحكيم خارجية تقوم بفرز هذه الإسهامات أو المشاركات الشبابية، ومن ثم بتاريخ 26 أكتوبر وهو يوم الشباب العماني سيتم اختيار ما مجموع 27 فائز إن شاء الله.
طيب تسع مجالات في ثلاث فئات لكل مجال، المجموع 27 فائز. طيب باختصار نصر، آلية المشاركة ما هي الطريقة؟ مثل ما ذكرت لك، التسجيل أو استمارة التسجيل موجودة في موقع اللجنة الوطنية للشباب. من حق كل شاب من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة ويرى في نفسه نعم. القدرة على التنافس على هذه الجائزة أن يقدم يشارك في استمارة الجائزة، والفئة العمرية من 18 إلى 35 وله إسهامات. نعم. كل نعم. شاب متعلقة هذه التفاصيل واضح بحق له المشاركة واضح. في هذه نعم. الجائزة. شكرا جزيلا لك الأخ نصر بن خلفان اليحيى، عضو اللجنة الوطنية للشباب في قطاع الكفاءات وذوي الاهتمام بقضايا الشباب. شكرا على هذه التفاصيل حول جائزة الإجادة الشبابية لعام 2020. شكرا جزيلا. إذن متابعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من عمان. إن شاء الله استمتعتوا بكافة المحطات التي قدمناها في هذه الأمسية. الله يحفظكم إن شاء الله من كوفيد-19. إلزموا الإجراءات الصحية في هذا الجانب، ونتمنى السلامة والشفاء إن شاء الله أيضا للمصابين. غدا يتجدد اللقاء. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، وهذه تحية من المخرج إبراهيم الزجالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.